لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء منفعتي به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل العقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنقاره من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وافره ثمانية بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا به وضوء، فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه وغسل، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وغفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف، التور شبه الطست. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحياة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثات، السعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسه. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بالسواك يشوص، معناه يغسل، يقال شاصه يشوص وماصه يموصه إذا غسله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحو. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري يغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الآباط. باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فقال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرده، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق.
هل عن المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع عن ماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صالح. قال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. باب التيمم. يعني عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصيد فإنه يكفيك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ثم فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسيرا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت لي المغانم وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر فدع الصلاة. فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة أن رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسل وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكف في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كتاب الصلاة. باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذا الدار وشار بيده لا داري عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خزن وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت العشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كالصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. فنسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق من الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان.
فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرت بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم الصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتهما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا نمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي. وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعهد منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم فقال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استقبال قبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي وبرأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يسر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة للبخاري إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن فقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار قبلة فقلت رأيتك تصلي لغير قبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعله.
باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسووا الناس صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى اذا راى ان قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فراى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصري لان قد اسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا اليتيم قيل هو ضميره جد حسين بن عبد الله بن ضميره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ براسي فقامني عن يمينه. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام فأشار إليه من يجلسه فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مضاعف واستقيم هذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أي أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد منكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة عظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعته ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما قضى الصلاة وأخذ بيدي عمران ابن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خلق القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع كل شيء يصنع شيئا لا أراكم تصنعون. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا وقراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إن لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. باب السجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سأله ثم سلم.
قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم من سلم على عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب المرور بين يدي المصلي على أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم من إلا كان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وعدنا يومئذ قد نهست الاحتلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب جامع عن أبي قتادة بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت قوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وقيم الصلاة لذكره. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. عجاب بن عبد الله بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. على أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربه إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل وثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن تحيات لله الصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول تحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ المسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
باب الوسر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول جعلوا أقر صلاتكم بالليل وتراء عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. باب ذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته في لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم فت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأودي البنات ومنع نهات. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ. باب جمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب صلاة الجمعة. عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر ثم رفع فنزل قهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليه ثم كبر عليه ثم ركع وهو عليه ثم نزل قهقر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطوتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. عن سلمة بن الأكوعي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
باب صلاة العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب نسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. عن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. وعن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيضة، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة، فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. عن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عبادة، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداه، ثم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه السحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب،
فاستقبله قائم فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون أودية ومن عبد الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك إنه هو الرجل الأول، قال: لا أدري، الضراب جبال الصغار. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب وجعل آخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. عن يزيد بن الرومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو بيننا وبين قبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المقهر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرف منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج به من المصلى فصف به وكبر أربعة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. عن أم عطية الأنصارية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه فقال: أشرنها به، تعني إزارة. وفي رواية أو سبعا. وقال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص وكسر العنق. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: هنا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وساطها. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماري، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسها فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وبنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضي الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجمة جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار الهدر الذي لا شيء عليه، والعجماء الدابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس درعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل يصن أبيه؟ عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قالوا: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاع من تمر وصاع من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقيط أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتمه فصوموا، وإذا رأيتمه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام من الصلاة، قال أنس: قلت ليزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فالعرق المكتر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
الحرة أرض تركبها حجارة سود. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود قال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها. فقال: لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال: رأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. عن سهل بن سعد بن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم وأنا مصوم من الشهر 3 أيام، فإن حسنات بعشر أمثال وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أسير قبل أن أنام. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، زاد مسلم ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: نشهت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، اليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن صوم وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوا في العشر الأواخر والتمسوا في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهتها أثر الماء والطين من صبح 21. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة قالت: إن كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في رواية يومه في يوم في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في داره أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيين. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شطا، أو قال شيئا. وفي رواية: أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. كتاب الحج. باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل لأهل اليمن لملما هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا يجدون عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا من زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة وإليك والعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. في لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية، فقال: نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شتى؟ فقلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. باب حرمة مكان أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعى قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لأحد لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمه ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية، وقيل التهمة أصوى في سرقة الإبل، قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد وني، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال في لاحة قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر القين الحداد. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسر الكعبة، فقال اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا من بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر فأفاض فطاف في البيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله
ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر لمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. فقال نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يسر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على ثوبه فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال الإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لأما أليك أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهم الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى تنعيم فأتمرت بعد الحج. وعن جابر بن قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمر من يجعلها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. عن عمرة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبيح صيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاض صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: لا أكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فدرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرد عليك إلا أن نحرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجوز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبع الرجلان فكل واحد منهما بالخير ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، ويطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم وإن ابتعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسك، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبالة، وكان بأن يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: رأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لما أبا بكر: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر بحال ثمر حائط، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلى العراية. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. باب العراء وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق، وفي كل عام أوقي فعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلي فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جبل فعيا، فأراد أن يسيبه، فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فتعالي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. قال: ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيت بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: تراني ما كسك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها أوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشرفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشرفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، ولا وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعنه قال جابر: أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، لكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. عن أبي المنهار قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. فقال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيه، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل الضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعز في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبتك العائد في قيئه. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي بن أبي طالب علي بن علي قال عفوا قال تصدق علي قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. في لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أوزر. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. أما بالوانق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بإنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات. وأقبل الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبر والجدول النهر الصغير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له في لفظ من عمر عمرة له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ إن مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي عمرها حيا وميتا ولعاقبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرف سنة فإن لم تعرف استنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإنما ها حذاءها وساقها وسقاءها ترد ماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة.
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فمن بقي فهو لأولى رجل. ذكروا في رواية: يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل. ذكر عن سامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقير من ربع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وهدي لها لحم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة على النار، فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعين تبتله لو أذن له لاختصينا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة في ثويبة. لا فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القراضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة القراضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معهم مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظرني أذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على ثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت قل لقلت إنها نسرفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ وقال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. باب الصداقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقام طويلا فقال رجل: يا رسول الله، زوجني إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي لا إزار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة؟ قال: ما أصدقتها. قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل في لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضاتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقه في لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل أمال له. انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. باب العدة. عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بنائكين حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعته: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بتزويج بدلي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، فنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول،
فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرج وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين بين المتلاعنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال إن فيها لورقا. قال فأن أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال هذا عسى أن يكون نزعه عرق. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعزبة فقال هو لك هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة فلم تراه سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق سارير وجهه فقال ألم تري أن مجزز النظر آنفا أن نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعضكم هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نازل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن أبي ذر إن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبع مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم البخاري نحوه. كتاب الرضاع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا بن قعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا بن قعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال أذني فإنه عمك ترب فقال أذني له إن فإنه عمك تربت يمينك. قال عروته بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم أذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له عنها. قالت
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. عن أخوة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فقال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، فقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن مسعود ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فطرق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبريكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم من كفار. في حديث سعيد بن عبيد فكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل دمه فوداه بمئة إبل من الصدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذير رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة منها لأنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأة من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليد، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها. فقام حمل بن الناغي يغسل الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. عن حسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى ما تقر الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم الناس من عكر أو عرينة المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبواله وألبانه فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في ثاني فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وأخرجوا الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه من: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله ودليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك، جلد مائة وتغريب عام، أغضي أو أنيس للرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. وعنه عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصل، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولي بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة والرابعة والضفير الحبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما ذقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو معز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو ريدة بن الحصيب الأسلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له إن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال: فرأيت الرجل يجنى وعلى المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحدثت بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. فأبو حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في منجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقام عليه الحد وأيم الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستير المتاع وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. عن أبي بردة هاني ابن نيال البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط لا في حد من حدود الله. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته وقوله. فقيل له: قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر آية. عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاتصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدك أو يمين؟ وقلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك، في رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ولم يزده الله إلا قلة. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت فقال لي: تمشي وتركب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. عن كعب بن عجرة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: لا، إنما أنا بشر، إنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها ويدارها. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وقول الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: لا، وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكرر. حتى قلنا: ليته سكت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن يمين على المدعى عليه. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه ويرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حبل الحمى يشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ولا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمرد الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها، وفخذيها فقبله لغبوا وأعيوا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل،
ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر القيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحمار الأهلي. عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلي فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفر القدور ولا تأكل من لحوم الحمر شيئا. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بطب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمى. عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. عن زهدم بن مضر بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكى فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد وفي أرض أصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرض فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيها إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية يومين وثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك وابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبدا أبودا. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر
ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الدباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميد العطس وإبرار القسم وأوي المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإشهاء السلام، ونهانا عن خواتيم وعن تختم الذهب وعن شرب من الفضة والمياثر وعن القس وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ: فجعله في يده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيل الله يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق رسوله، فهو علي ضامن أن ندخله الجنة وارجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكروم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها،
فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما فعل الله على رسوله مما لم يوجه المسلمون عليه بخير ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من حفية إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر. قال سفيان: من حفية إلى ثنية الوداع 500 أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فجازني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يفعاته في سرائر أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. على أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن عبد يقوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاه حصصهم عتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلام له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. آخر كتاب العمدة في الأحكام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فرغ من كتابته لنفسه العبد الفقير إلى الله.